حمل راية الموسيقى الجادة الأكاديمية ليرسخها ابتداء من الأطفال لكل الأعمار الثانية، عمل جوقات من كل الأعمار وقدر يزرع حب الغناء وحب الأغاني وحب التراث بكل قلوب الناس. ما أسس شيء سهل أبداً، هو أسس جيل وراء يعني وراء جيل كان عم يشتغل يأسس، وأكيد أنا بتمنى من كل قلبي أنه هذا المشروع هو يستمر بأيادي الجيل اللي أسس، وأكيد الشباب اللي كانت عم تمرن معه، لأنه هذا المشروع لازم يستمر، وأكيد هو راح يكون سعيد. حسام كان هو مثال الموسيقي المجتهد المحب المعطاء. التعامل مع الطفل من أصعب أنواع التعامل اللي نعرفها بالموسيقى. قدر هو يدخل لحياة أغلب البيوت الدمشقية وحتى السورية من خلال اليوم تأسيس جوقة لونة للغناء الجماعي. الله يرحمه أستاذ حسام، طبعا مسيرة طويلة بمجال الفن والموسيقى وبمجال الإنسانية والأخوة، طبعا رحيله أثر فينا وغانب قصة كبيرة في القلب.